هذا الشيء اللي تنشوفوه هاد الايامات راه مازال ما كاينش شي انخفاض اللي هو باين واضح للمستهلك ولا بالنسبه للجزار. مازال اللحم طالع. هاد المهنه هادي وهاد سميت هاد الحرفه هادي راه مازال الناس تيشريو غلا. راه جزار واحد جوج جزاره ولا ثلاثه الجزارات يتشاركوا في بهيمه واحده، يعني راه باقي الغلا وباقي تيطيح عليهم اللحم فوق 90 درهم 80 درهم الا بغيت تشري شي حاجه ناقصه، ما شي حاجه ماشي اكسترا. الاكسترا راه ما دايرش هذاك الثمن ديال راه 90 درهم. الاكسترا راه تيطيح ب 90 درهم والغلاء راه باقي، والجزاره راه متضررين بزاف. بالنسبه للجزاره راه متضررين، حتى بالنسبه للخروج ديال اللحم كنا تندخلوا واحد العدد للمجازر كثير، دابا راه ما بقاش ولا طاحك داك الشيء اكثر من فات النص. قلت لك جزار واحد كان تيذبح عجل، ولاو تيقسموا ثلاثه الجزارات يقسموا عجل وتيجيبوا خمسه الجديان ولا ثلاثه ولا جوج اسبوع كامل، والجزار هو تيعاني هذه الايامات ديال هذا الغلاء الفاحش. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ييسر الامور وتزيان الوقت وتسميتو ويكون الحمد لله، يكون الحمد لله رخاء. والمواطن راه ما قادرش مسكين على يشري اللحم. راه المواطن دابا تيجي اللي كان تيشري رابعه ما بقاش يشريها، واللي كان تيشري نص كيلو ولا تيشري 10 دراهم، و10 دراهم اش بغى يعطيه؟ الا قلتي للجزار عطيني 10 دراهم ديال الكفته، 10 دراهم ديال الكفته راه غادي ياكلها عضو، راه ما يمكنش غادي يعطيه 10 دراهم ديال الكفته. راه الناس ما بقاوش ياكلوا اللحم، الكوتليت وهذاك الشيء، داك الشيء ديال الشواء وهذاك الشيء ديال كذا، راه ما بقاش يتمشى. يلا التقليه ولات دايره دابا ولات تلحق حتى ل 50 درهم، التقليه ولات تلحق 50 درهم، لحم الراس ولا داير 60 درهم، لحم الراس كان داير 35 درهم، في الايامات الاخرى 30 درهم، دابا ولا داير 60 درهم. البقري الجزار تيبيع فيه ب 90 درهم وما مسلكوش، تابعوا الماء، تابعوا الضو، تابعوا الخدام، المصاريف ديال المزاره، شحال تيخسر في المزاره تيصير على العجل، العجل خصو يطيح عليه فوق 60,000 فرانك، هذا عجل متوسط، 60,000 فرانك تيطيح عليه العجل، بالسلاخه ديالو، بالميزان ديالو، بالنقل ديالو، تيطلع حتى ل 100,000 فرانك، يعني الناس متضره في هذا الميدان مزيان، وكاينين دوافع كثيره اللي خلاو هذا الضرر يكون، منها اللي كان في الاول كورونا، كانت البهايم، كان الحجر الصحي دايرينو على الاسواق، وكانوا شي ناس تيبيعوا السلعه ديالهم تيبيعوا السلعه ديال البقر ديالهم في الكوارع، وتيبيعوه باثمنه باخسه، يعني تضروا هذوك الفلاحه اللي باعوا في كورونا، وتضروا بالجزاره، وتضرر دابا المشتري. هاد الاستيراده ديال العجول، يعني هذيك اللي تتجي من برا، مازال راه ما كاينش شي حاجه واضحه. تيبانوا لك اي حبيبات في وسط السوق. بالنسبه للسوق انا ما تمشيش ليه بزاف، ولكن على ما تنشوف في المزاره، داك الشيء اللي تيدخل المزاره تيدخلوا على حبيبات قلال، باقي البهايم ديال البلاد اكثريه هما اللي تيعتمدوا عليهم الناس. هذا الشيء اللي تيقولوا ديال العجول ديال برا راه سوس، بعدا راه انا مازال ما شفتش في المزاره اللي تنخدم فيها انا، راه مازال ما شفت والو. ولكن ساتحدث بلسان المهنيين كمهني، يعني الوضع اللي كيعيشوا الجزار ومن خلاله المواطن، يعني كنشوفوا انه وضع متأزم لاقصى درجه، بحيث يعني لاول مره في تاريخ المغرب تنشاهدوا الارتفاع المهول في اسعار ديال اللحوم الحمراء، يعني وبشكل مفاجئ تترتفع اللحوم الثمن ديالها من 60 درهم حتى ل 90 100 110 درهم، يعني اختلاف المناطق ديال المغرب. و يعني الحكومه يعني في خلال يعني التعامل ديالها مع هذه الازمه هذه، تنشوفوا في الخرجات يعني ان وزير الفلاحه ولا الناطق الرسمي باسم الحكومه لطالما يعني اعطوا بعض الاشارات بان الازمه هي ازمه مركبه وفيها بزاف ديال المتدخلين، منها الجفاف، منها يعني عده عوامل، ومنها المقاطعه اللي كانت يعني اثرت بشكل سلبي، وهذا تيبقى يعني طرح ديال الحكومه. لكن الواقع
ويعني الواقع العملي اللي خص يعني الحكومه يعني تصرف من اجل ايجاد حلول حقيقيه لفك هذه الازمه ما تتبانش، الاثر ديالها ما كاينش، واخرها هي يعني الحل ديال عمليه ديال الاستيراد ديال العجول من امريكا اللاتينيه ومن بعض الدول الاوروبيه اللي تتمثل في ما يقارب 30 ألف رأس ديال الابقار، واللي يعني اول شحنه ديالها اللي وصلت امس، هو تيبقى اجراء يعني لتخفيف الوطأة ولمحاولات يعني تنزيل ثمن الاسعار، لكن على ارض الواقع مازال الاسعار مرتفعه، مازال المواطن يعاني، مازال لهيب. يعني المشكل اللي تلاحظوا الان انه مشكل ما تيقتصرش فقط على اللحوم الحمراء، بل تعدى يعني الغلاء لجميع القطاعات. ولكن بالنسبه لنا احنا القطاع ديالنا، هذا القطاع ماشي يعني هاد الاسعار يعني الارتفاع ديالها ماشي وليد لحظه، يعني هذا الشيء عنده تراكمات يعني منذ مده، يعني كانت المؤشر ديال الغلاء كان غادي يعني غادي يكون باين انه غادي اللحم غادي ترتفع الاثمنه ديالها. اولا لان الدوله منعت عمليه ديال استيراد العجول من طرف المهنيين في القطاع، وفرضت عليهم ضرائب في الديوانه، يعني انهم يخلصوا واحد الواجب في الديوانه ويخلصوا ضريبه على ديال الاستيراد، وهذا ما خلق مشكل وخلى ان المهنيين ديال القطاع يمتنعوا على استيراد هاد الرؤوس ديال الابقار، والتعنت ديال وزاره الفلاحه ان خلات المواطن انه توصل ليه اللهيب ديال الاسعار، نظرا يعني النقص الكبير في عدد ديال رؤوس الابقار. هذا من بين المسببات. المسبب الاخر هو ان دابا ان المواطن تيقلب على الحلول، حنا عندنا مشاكل في هذا القطاع. ومن بين اكبر المشاكل اللي مطروحه عندنا من القديم ان الشناقه داروا فينا حاله. راه ما يمكنش ان الفلاح تيشد البهايم وتيديهم يعني الكوري على اساس انه يعلفهم ويسمنهم لمده ديال 3 4 ديال الشهور، وفي اخر المطاف تيجي الشناق وتياخذ هاد البهايم هادو بثمن اللي هو ما تيستافدش منه الفلاح، وبالتالي انه تيضطر انه الشناق انه يرفع الثمن على الجزار يعني بواحد الثمن اللي هو كبير وغير معقول، وهذا تينعكس مباشره على المواطن، اللي تيخلي ان المواطن تيشري اللحم بثمن مرتفع، ما تيستافد منه الفلاح، ما تيستافد منه المواطن. يعني هذا القطاع خصو الهيكله، اعاده الهيكله ديال القطاع والتقنين ديال القطاع. قطاع عارف فوضى كبيره، راه لا يعقل ان الفلاح والكساب تيشدوا البهايم وتيعلفوهم، وحنا عارفين بان العلف غالي، ومني تيدخل السوق تيشريوا الشناقه اللي تيشريوا البهايم، وتيشد الشناق تيشد البهيمه وتيعاود فيها البيع في الرحبه 3 4 ديال الخطرات، مما ان هذه البهيمه تتوصل عند الجزار تتوصل عنده زايده 2500 درهم. وبالتالي راه هذا شيء طبيعي انه ينعكس هذا الثمن اللي تزاد على المواطن، طبيعه الحال انه غيتزاد عليه. خص الدوله، خص الحكومه والدوله تدخل في هذه القضيه ديال الشناق. راه لا يعقل ان الشناق يزيد في البهيمه 3000 درهم وهو ما داير فيها حتى شي حاجه، ما خاسر عليها، ما معلف ما والو، وتيعطيها للجزار وتيزيد فيها الثمن اللي بغى هو. هذا راه غير معقول. وثاني مساله اخرى، حنا دابا في هذا القطاع حنا عارفين بان القطاع ديال الجزاره انه الضرائب ديالو مرتفعه والفري ديالو طالعه بزاف، بالنسبه للضو، بالنسبه للخدامه، بالنسبه يعني غير الصاير ديالو اليومي فيما يتعلق بالميكا والقاعد وكذا، راه طالع بزاف. وحنا السلعه غاليه، كيفاش راه شحال من واحد، حنا باش تعرف بان القطاع ديالنا فيه ازمه، شوف غير دور على المحلات ديال الجزره، راه اغلبيه ديالهم سدوا، الناس راه سدوا مشاو بحالاتهم، كاين اللي بدل المهنه دار مهنه اخرى دار، وهذا تينعكس الاثمنه ديال اليوم ما طرا فيها حتى شي تغيير. التغيير اللي كاين فقط في مواقع التواصل الاجتماعي وعند الحكومه، تخرج عندنا بتصريحات ان هناك تغيير، ان التغيير غادي يجي والاثمنه غادي تنخفض، لكن في واقع الامر ان الاثمنه باقى هي، وان الاثمنه ديال البهائم الصغرى ديال الغلمي والمعزي الثمن ديالهم 90 95 درهم اللي داير الكيلو باش يتباع الكيلو في المجزره. الخروفه دايره 75 80 درهم في المجزره. اللحم ديال العجل النمره واحد فايته 85 درهم في المجزره، النمره جوج دايره 80 درهم. بالله عليكم كيفاش هاد الثمن هذا كي غيدير هاد الجزار هذا، شحال غيعطي للخدام، شحال غادي يبيع، كيفاش غادي يوصل للمواطن؟ وبالتالي هذا تيبقى تحصيل حاصل لما نعيشه الان من ازمه في هذا القطاع هذا.
الصحة.